الخير شو راي يلا عدي نحن ما بنقدر لعندك مهما علنا التحدي ما في غير نبحر معك من صبرنا نشيل وندي بس قريت نسمت رياحك ليش عاطي الحد تودي 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 جمال حجابي جمال حجابي أيه ده جمال حجابي وين حجابي وين حجابي عندما الجبراو وين حجابي حجابي وين حجابي وين الله يكضي بشينا نعم جمال رجال يوهدو مش ممكن ايه معنى كلام ده معنى الكلام ده جناب المامور الا جمل جفل يمكن جفل منهم في ساعة استراحة والله حاجة هجاني يجفل منه جمل ايه بس الغلط بيحصل يا جناب المامور اي زول ممكن يغلط هجاني لا والعمل جنابك العمل تشكل فرقة مطاردة فورا بتشاويش تمام جنابك بس الفرقة بتحتاج لقصاص أتر وين قصاص أتر في عندنا قصاص موجود في السجن باقي له 7 يوم يخلص سجنه
اسمع يا حامد، انت باقي لك مدتك الباقي فوق كم؟ 7 يوم. جات تعليمات لإفراج. إفراج بالنسبة لك، اعتبر نفسك خلصت المدة يا حامد، بس دايرينك في مامورية صغيرة. خير إن شاء الله. عندنا فرقة كانت مسافرة لأبو دليك، وجانا الجمل راجع براو، ودايرين نقص الأتر ونعرف محله وين. جمل يعني جبراو؟ قلت لك الجمل جراجع براو. فاضي يعني؟ والله ما بنقدر نقول فاضي، فوق السرج بس. كويس، فاهم. ما في عوجة. اديه هدومه يا عسكري. من دربك ده تمشي معانا طوالي. وين ان شاء الله يعني؟ حنمشي في درب بدليك، نفتش الناس ديل. يعني جبل جبل جهة بدليك يعني؟ اي الناس ديل كان ماشيين بدليك، وجانا راجع الجمل، جمل وين ما بنعرف. جهز نفسك. خلاص ما شنو الخبر يا بشارة؟ جماعة ما طلوا؟ الناس اللي كان جايين بيدري بير الترك قطع شك بيكونوا ضلوا. الناس اللي بيكونوا جايين بيود القنجة عليه قول بكف. النرجة الشارف. أنا في الشايف مباري الدربين. والشارف؟ الشارف أنا بمشي عليه وجيبه. الملاقة في المفرق. لا تاكليدك الحزين. حسب اتفاقنا نمسك دكين ووديه لا عند الفريق وحسابه يتم هناك.
القطر ما يكون راح منك يا شيخ العرب. لا 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 لا، ماشي فوق القطر ما بروح مني. هيا فتح عينك سمح لا تضهبنا. كم شدد عليك تيسن بكسر الهربة، كم شقق فيافيا مقافي المربع، كم يا ود فكاك كم يا ود فكاك كم يا ود فكاك ضايق درادر كربة، نخو السمحة إن صر الوجوه في القربة. هلا هلا عجابي ما تفاجئ، نحن في الجندية
بنواجه الموت في أي وقت في أي مكان. أثبت يا حمد عندنا يا حامد جثة تالفة. عندنا جثة تالفة يا حامد. فاتحة أخوان. فاتحة. فاتحة. اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكن فسيح جناتك مع الصديقين والشهداء. عندنا جثة ثالثة شوف علينا وين. هي كانت ثلاثة كانوا اثنين هنا يتعاركوا هنا واحد جرى كذي والثاني جرى كذي هذا جا راجع ثاني قضى على ده وقف في راس ده وجرى كذي كذل الثاني بعدك بعد ما كذلوا مشى كذي مشى ومشى 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 ها ثاني بعد ما عرفوا مشى فين سويتها دكين الجاموم خدود عقب الترع السدك جرني وجف القطع الرسم من يدي ما بدوارة وكتنجم قفاه يند سروق روق وظهر المركب البدعة دوغا دوغا برقك باقت هذه جماعتنا جو يمكن يكون جابون خبرا يا برد بطنك ان الخبر انا ان الخبر والله ما في غير السراب والرمله يكون اجل سفر الترنكي قال الليله سمح وينه طار بالسما توصل الجثث دي وتبلغ المامور الحقنا فوق بير الترك عشان اتسع الوقت مغربا وتاني ما بنقدر نتابع الاسر واضح واضح لازم تبلغ المامور يشكل قوه والحقنا نحن فوق درب دكين بنعسكر هناك وفجر بنقوم فوق دربه واضح واضح يا بندم انصرف السلام عليكم بس 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 والوطاء بث مغربنا كذي يعني عند بير الترك اجمع هنا عسكري فندم تتحرك قدامنا في اتجاه بير الترك يمكن تلقاه في سكة اسرع امشي قدامنا نحن ماشيين وراك بالدرب تمام فندم زول عنده سؤال باقي لك يا فندم المامور بيجي ايوه لازم يجي
لازم يتصل بمدير المديرية ويوريه الحاصل وبعدين يجي. المعنى أفندم نحن حننتظر شوية. لا، نحن حنمشي في نفس الاتجاه ده، وبعد ما تمغرب حنعسكر. الأمر فيه وش يا أخواننا؟ وبعدين الدبارة ما في غير نمشي نشمشم في بودليك، يمكن يكونوا جلوا. ما في تأجيل، دي محكمة يا أخوان. خلاص يا أخواننا، من هنا وبودليك. سمح، كان عجبنا دكين. يعجبنا كيفين، ونحن قصينا الدرب من هناك ليه عند المفرق. أخواننا نسوي النجيضة، نمشي بودليك وراك هادكي. ها ها فيهم ظهر. الجماعة ديل، الجماعة ديل معناتهم قريبين مني. أنا أخيرا دسة. Thank you.
ها زول شنو خبرك؟ الله يعجن ابو البشاويش. هيا القصاص قال واتها مغربت بعد ما بيقدر يشوف. القصاص قال كذي؟ اي مغربت وما بيقدر يشوف؟ لا لا خلاص اجمع عساكرك وقول لهم الليله مبيت هنا فوق بير الترق دي. حاضر يا فندم. والعساكر السيم ديل ما هم متاخرين كذي. هديك يا جنب. مديرية الو يا مديرية مديرية ايوه يا مديرية معاك مركز شندي كلم يا مديرية ايوه كلم الو سعادة المفتش أبلغكم بأنه حادث بتاع هجاني هيكون تاع الشراب بتاعنا. أوكي 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 عسكري كلم كل هو إنه الشراب بتاع تفتيش هيكون تاع الشراب بتاعنا. حاضر يا فندم.
باشا حمد. أم باشا حمد انتباه. دكين ده يا قلبه اسود دحين ده عمل البشر مصيره اتقبض ويتحاكم. انا كلميت فيه ما بيصل محكمة. ايه بقى حمد انت راجل قانون لا تقول مثل الكلام ده. حيابي سيد البال الطويل والبسمة الرضية ولده يسرق في الدنيا ويقع فيها. اليوم ما تم كان ساك رزقه لا اذى زول لا ضر زول. ولا ولا قوة الا بالله ولا قوة الا بالله. مات بوكاني اليوم يومك ما تم. حمد ما تقلب المواجع يا اخي. لكن الواطدي كان بلعته مصيره نحفيره ونقبضه. ده هجوم. لا ده دكين. لا ده دكين حمد خليني له. لا ده دكين عقل حمد امين ده غرشي. لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله. من وين صوت الطلقه دي؟ والله يا اخي الدنيا ظلمه والجبال دي كلها صدى ما بتعرف الطلقه دي من وين الا بكره الصباح. انا ما سالتك من وين صوت الطلقة دي يا حجاني؟ الصوت ده بعيد وأنا ما عرفتها من وين. ثلاثة سنين حجاني ما بتفرز صوت الطلقة كان من الجبل كان من البحر. أنت ما سمعتها ما بتعرفها من وين؟ شطب شطب أنت ده دكين. أنا ما أشيل أم باشا ثابت بشارة. أيه أبقى قريب على المركز شوف كم في زغلان داخل ولا مارق شمشم لنا منه الأخبار. سامح أي فندم فندم جناب المامور وصل. المامور المامور وصل جناب المامور. جناب المامور وصل استعدوا. تمام جنابك بعد ما الشمس دخلت والواتد ظلمت القصاص قال ثاني ما بنقدر نباري الأتر قررنا نعسكر ونبيت هنا. سمعنا صوت طلقة لكن بالظلام وسط الجبال ما عرفنا جاية من وين. اوكي اوكي تفضل جنابك تفضل. شرب مالك يا زول عيونك مارقة من راسك عن ما في عوجة. دكين مات تبقى نصيبة. دكين قتل له عسكريين واربعة مساجين وشرد شرد. دكين لم تنقم اليتيم سيبوه التاني بالدور بتان وهج السراب سبح حقيقة وفيهن البحر بتان صوتك يكون عالي أجيب في الدارة تتبشر بتان نغم الحنين أحلى وتر لكن لم تنسى
سيبوا التاني والدول بتان وهجة سلام حقيقة وفيه للبحر بتان صوتك يكون عالي تجي في الدارة تتبشر بتان نغم الحنين تجال نعزف له أحلى وتر تكين لمتان تكين لمتان تكين لمتان تكين لمتان Thank you.